وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد صلاح الجنيبي، خبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. كيف تصف اليوم السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبدء تحياتي لكم وللمشاهدين والمستمعين. طبعا نبارك يعني الذكرى 42 لتأسيس هذا المجلس المبارك الذي يعني انطلق بأهم توحيد الخليجي المشترك وتجاوز إلى يعني العالمية. أسس المجلس يعني متينا وزاد صلابة وقوة على مر السنين. نجح في تأسيس القاعدة الرئيسية الذي انطلق من خلالها إلى العالمية. بالنسبة للسؤال لتوجهات السياسة الخارجية للمجلس، طبعا اليوم المجلس اكتسب ثقة العالم بأطروحاته وقدرته على حل العديد من الأزمات والمشاكل الدولية، زيادة على ذلك استراتيجية تأمين المعابر المائية الرئيسية. إذا تكلمنا اليوم عن قناة السويس، تكلمنا عن مضيق باب المندب، عن بحر الخليج العربي كذلك، كل هذه القضايا هي هدفها الحفاظ على الاقتصاد واللوجستيات الاستراتيجية. على صعيد الأزمة الأوكرانية الروسية كان لدور مجلس التعاون طبعا الدور الكبير في تهدئة الأوضاع وانسيابية الحركة التجارية في هذا المجال. الملفات التي كانت يعني على رأس الأولوية، إعادة إعمار البلدان العربية التي تأثرت يعني بموجات حروب ومجاعة وثورات، على رأسها طبعا ليبيا وسوريا والسودان، وكانت يعني دول مجلس التعاون هي الممر أو المهد الرئيسي الذي صعد إلى جامعة الدول العربية. نجد اليوم في العالم العديد من المجالس، يعني مجلس أوراسيا، مجلس الاتحاد الأوروبي وغيره، والعديد من المجالس الإقليمية التي تضم دول على نفس السياق. الذي يميز مجلس التعاون الخليجي أنه مختلف تماما عن هذه الكيانات أو التكتلات الأخرى. يعني نقدر نقول أنه هو أنجح تجربة استطاع العالم أن يستفيد من تجارته. الدليل على ذلك دائما يعني التشاور ولجوء مجالس الاتحاد الأوروبي ومجالس أسيانا للحضور لهذه المجالس، فنجح في تنفيذ الأجندة، أجندة الصلح العالمية على العديد من الملفات والحفاظ على المكتسبات، واستطاع اللي هو يعني تكوين الرأسمال الإجمالي لأكثر من يعني 37%، 1.7 تريليون مليون دولار أمريكي في التجارة الغير نفطية لدول المجلس، وهذا رقم يعني حقيقة غير مسبوق يعني حقيقة. بلا شك يعني أستاذ الكريم، يعني مجلس التعاون يعني كيان أصبح من يعني منظومة مهمة في دول من قبل دول العالم، ويخلق حالة من التوازن في المنطقة. شكرا لك من أبو ظبي السيد صلاح الجنيبي، خبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، شكرا على هذه المداخلة.